تعال اعرفك ازاي تفعل خاصيه الماك فلتر في راوتر ويل قديم، تمام، بطريقه سهله وبسيطه عشان تمنع اختراق الراوتر. 192.168.1.1 زي ما هو باين قدامك، وتضغط على انتر. هتبدا تحط من هنا اليوزر ومن هنا الباسورد، وتضغط على كلمه لوجن عشان خاطر يدخلك لاعدادات الراوتر. تضغط على كلمه نتورك، تمام، كلمه ولان هتضغط عليها. هتستنى شويه تطلع معاك الواجهه ديت، هتضغط على حاجه اسمها اكسس كنترول ليست، هيفتح معاك بالواجهه اللي انت شايفها ديت. من هنا كده نبدا نحط الاي بي بتاع الجهاز بتاعنا، سواء كان كمبيوتر او موبايل. هنبدا نجيب الماك ادرس بتاعه، تمام، الخاص بالواي فاي، تمام. وبعد كده هتبدا تضيف ادد، تمام. تستنى شويه تلقى الماك ادرس ظهر معاك في القائمه ديت، تمام. من الخطوه ديت هتيجي عند الخيار دوت، وتختار الخيار التاني دوت عشان خاطر هو بتقول له اسمح للجهاز ده بس هو اللي يستخدم الانترنت.